النهاردة الحقيقة هنتكلم عن مرض من الأمراض المعدية وهو مرض القراع. الحقيقة تيني الرأس أو تجاوزا زي ما بنسميها القراع دي مجموعة من الأمراض المعدية اللي بتنتج عن الإصابة بالفطريات. والحقيقة الفطريات بصفة عامة اللي بتصيب هذه الأمراض هي من الفطريات وهي كائنات نباتية ليست بها مادة الكلوروفيل، وبالتالي فهي لا تستغل الضوء في تكوين التغذية من ثاني أكسيد الكربون والمية، ولذا فإن هذه المواد إما أنها بتعيش على الأجسام الميتة أو الكائنات الحية. بتبدأ هذه الكائنات مجموعة كبيرة من الأمراض اللي هي بتصيب تيني الرأس مجموعتين. المجموعة الأولى اللي احنا بنسميها المايكروسبورين، وهي اللي بنسميها تجاوزا أيضا بالقراع الإنجليزي. وهذا القراع الإنجليزي ممكن يصيب المريض في صورة من الصور الثلاثة اللي هتكلم عنهم. الصورة الأولى إن هو بيصيب منطقة تصاب بسقوط الشعر وبيسمى بالنوع ذو القشور، وبنبص نلاقي إن في سقوط مؤقت للشعر، وهذا السقوط في الشعر بيصيب الشعر في مرحلة البناء، بمعنى إن احنا بنلاقي حوالي 85% من الشعر بيسقط لأنها بتصيب الشعر في مرحلة البناء، بينما ال 15% من الشعر الباقيين بيكونوا في المرحلة الانتقالية، فبيكون الشعر موجود بنسبة 15% بالنسبة للأريا المصابة، وبيكون هذا الحقيقة النوع فيه نسبة الالتهابات قليلة جدا. النوع الثاني من القراع الإنجليزي وهو اللي بيكون أساسا مصاب فيه بسقوط كامل للشعر على هيئة مناطق، وبنسميه سقوط الشعر ذو النقطة السوداء. والنقطة السوداء معناها قصف الشعر عند مناطق محددة، فبيبان قدامنا منظر شعر المريض اللي فيه قراع انجليزي في هذا النوع على هيئة نقط سوداء. نقط سوداء عبارة عن مجموعات من الشعر المنتشرة في داخل هذه المنطقة، وهذا النوع أيضا بيكون نسبة الالتهابات فيه قليلة. النوع الثالث اللي هو الحقيقة اللي سقوط الشعر المصاحب للالتهابات، والحقيقة هذا النوع من القراع الانجليزي بيعمل نوع من الخراريج اللي احنا بنسميه الكيريوم، وهذا الخراج الحقيقه بيكون فطري، بمعنى انك مهما تديله من علاج مضادات حيويه او مهما تعمل له تدخل جراحي لا يمكن ان يشفي هذا الخراج على الاطلاق الا اذا تم علاجه بمضادات الفطريات. والحقيقه هذا النوع من الكيريونز اذا امتد وحصل تدايف في كل فروه الراس المصابه بهذا الخراج ممكن ينتهي بسقوط كامل للشعر لا يمكن أن يعالج إلا بتدخل جراحي. النوع الثاني من القراع اللي هو الحقيقة بنسميه القراع البلدي أو القراع العسلي، وده أيضا بيعتبر نوع من أنواع تينيا الرأس، وهذا النوع بيتميز بوجود بقع صديدية ممتدة في كافة فروة الرأس اللي احنا بنسميه الفيبس، وهذه البقع الصديدية بصاحبها سقوط مؤقت للشعر، إنما ممكن يمتد ويحدث تليف كامل لكل فروة الرأس وينتهي بسقوط شامل للشعر. والحقيقة ده بيصاحبه عادة ارتفاع شامل في درجة الحرارة وعلامات للتسمم بالنسبة للجسم، وبيكون المريض الحقيقة بيعاني من كافة أنواع وجود البكتيريا في داخل الدم، لأنه بيصاحبه عادة التهاب بكتيري ثانوي. وبصفة عامة إذا كنا إحنا بنعالج هذه القراع أو تين الرأس بصفة عامة، فبننصح تماما بالنظافة الشاملة لكل شخص، وإن بيكون ليه طبعا فوطه الخاصة وهدومه الخاصة به، وإن ما بيحصلش أي تلامس ليتم نقل هذا المرض. وأيضا لابد من إحنا يكون في تشخيص لهذا المرض بطرق سليمة،
واشهرها طبعا يا اما عن طريق الفحص الاكلينيكي، يا اما عن طريق استغلال نوع معين من الاضواء زي ضوء ووتس احنا بيسمى هكذا، او ممكن بيتم عن طريق الفحص الميكروسكوبي تحت الميكروسكوب للشعر، وهذا الفحص المجهري ممكن بنضيف عليه هيدروكسيد البوتاسيوم بنسبه 15% فبيديني لون معين بالنسبه لنوع الفطر المصيب لفروه الراس. ايضا احنا بنقدر نميزه عن طريق العلامات الاكلينيكيه اللي موجوده. بصفه عامه ننصح بالنظافه العامه والبعد التام عن الملامسه وعن الاشخاص المصابين، وبننصح بالعلاج المناسب حتى يتسنى للجميع الشفاء. مع خالص تحياتي. Thank you.